استوقفتني في ذات يوم قصة جميلة جدا تتحدث عن موضوع راح أخبركم إياه بعد ما أقول لكم القصة. كان هناك جار دائما يرى جاره، وهذا الجار دكتور، دائما في يوم معين في من الأشهر يعني يطلع بسيارته، يعبي سيارته كلها علب شوكولات يعبيها ويروح. ففي يوم من الأيام يعني من باب الجيرة والميانة والصداقة قال له: بس بنصحك نصيحة لوجه الله، ترى الشوكولات هذا كله أنت شو تسوي فيه؟ وأنت دكتور وأنت عارف السكر وما سكر ومن هذه الأمور. فقال للريال: أنت تشوف كم عدد العلب اللي موجودة عندي في يعني في السيارة؟ قال له: أيوة أشوفها وايد، يعني شو بتسوي فيها؟ قال له: تعال معي. فركب معه ويعني من مكان من حيهم راحوا لشارع تقريبا يبعد مسافة ربع ساعة، وصاحبنا قاعد ينصح ويكلمه عن السكر ومدري إيش وكيف إن السكر يعني مثل ما يقولون الموت الأبيض أو يعني السم الأبيض وكيف إن ضارتي. لما وصلوا شاف صاحبنا اللي يحكي القصة، شاف إن الدكتور وصل لحي فقير 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 جدا فقير، وقاعد يدق الأبواب. الباب الأول عطاهم علبة الشوكولات، فطلعوا الصغارية يقولون: أمي أمي الريال اللي يجيب لنا الشوكولات دائما هذا موجود، ومستانسين وفرحانين. فيوم ركب السيارة قال له: يا ريال أنا أدري أنت تحب الشوكولات وشي، بس يعني حتى تعطي اليهال ترى مضر بالصحة و و و يعني صاحبنا كنا من وزارة الصحة قاعد ينصح الريال. فقال له: تريا شوي. راح البيت الثاني وعطاه نفس الشيء، عطاه يعني دق الباب وطلعت حرمة كبيرة في السن وعطاها العلبة وتمت تدعي له: الله يعطيك، الله يرزقك، الله يوفقك، وانت تدخل الفرح والسرور، ويعني انهالت عليه الدعوات. ركب السيارة قال له: انت شو تسوي؟ هذه بتجيب لها الضغط وتجيب لها السكر، يعني انت شو قاعد تسوي؟ قال له: رويدك شوي، لحظة شوي. راح لبيت ثالث، شاف هناك ريال وحرمة مقعدين، فعطاهم العلبة وشكروا ودعوا له، وكل من يعطيه يعني كل ما دق باب هذا يدعي له وهذا يشكره وهذا يحمد الله سبحانه وتعالى على وجود هذا الريال. فاستغرب صاحبنا قال له: وبعدين يعني انت شو قاعد تسوي؟ انت قاعد تضرهم. قال لهم: زي شو؟ قال له: شو رايك انا اعطيك علبة من هذه العلب؟ قال له: لا انا ما اكل شوكولات. قال له: تفضل. فعطى وشاف ان العلبة ربعها شوكولات، لكن النص او الثلاث ارباع الباقي الجزء الاكبر عبارة عن اموال مغلفة بطريقة جدا جميلة. فقال له: طيب انت ليش مسوي هالموضوع كله؟ عطهم الفلوس وخلاص. قال له: يا صاحبي للصدقة فن، فن الصدقة، وانا اعطي الناس الشيء اللي انا احبه، مثل ما انا احب الشوكولات فانا اعطيهم الشوكولات لاني انفق مما احب، اعطي من ما احب، ما أعطي الزيادة، ما أعطي الفائض، ما أعطي المتقطع، ما أعطي، لأني بس أبي أعطي والسلام، أبي أعطي بحب، بشغف، بجمال. فأعطيهم هذا الشوكولات لأني أنا أصلاً أحبه، وأيضاً أعطيهم هذه الأموال اللي الله سبحانه وتعالى أنعم وأغدق بها علي فأتصدق بها عليهم. فالشاهد أن حتى للصدقة فن، حتى يعني أنا يوم بيجي بعطي الصدقة جزاء كل الناس جزاهم الله خير بأي طريقة يتصدقون فيها، بس شوفوا كيف فن التقرب لله سبحانه وتعالى بالعبادات. في ناس تتفنن باللبس، في ناس تتفنن بالديكور، في ناس تتفنن حتى بالكلام بالشعر بالقصة، ولكن التفنن بالتقرب لله سبحانه وتعالى هذا شيء يعني تقشعر له الأبدان. فدائما الصدقة يعني تخيل ان انت لما تروح تتصدق انت ما تحطي الصدقة ترى في ايد المحتاج، لا انت تحطيها في ايد الله سبحانه وتعالى والرزق. لحد يقول ان والله انا هذا الرزق انا جبته بايدي، فالله سبحانه وتعالى هو المانح وهو الواهب وهو المعطي وهو اللي يقدر انه ياخذ منك هذا الرزق. لذلك كثر ما الواحد اتصدق، كثر ما الواحد اتفنن في هذه الأمور. الصدقة أصلا بين الإنسان والشخص اللي هو يتصدق عليه أو اللي يعطي تنبني هناك أصلا علاقة محبة مودة احترام. وسبحان الله المتعففين اللي ما يمدون إيدهم هذيلا، يعني لما أنت تروح بروحك وتعطيهم كيف فرحتهم، كيف وناستهم، الدعوة اللي تطلع
منهم، شوف كيف توصل لرب العالمين، وشوف كيف حظك وهناك وسعدك يوم تحصل حد يدعي لك ويتذكرك وما يبي منك شيء. مرات هذه العلاقة اللي تنبني من باب الصدقة، يعني لما أنت تصدق على شخص بصورة دائمة تنبني معاك علاقة، شوف كيف يذكرك بصلاة بصيام، يذكرك بدعوة. يا بخت يا بخت الشخص اللي يذكر بدعوة في ظهر الغيب. فاللهم يا رب ليجعلنا من أصحاب الصدقات في ظهر الغيب، ويجعلنا إن شاء الله سبب لفتح بيوت ولإكمال تعليم. ويعني هذا هو موضوعنا لليوم اللي هو فن الصدقة.